عسلم ما عسلم ما. مرحبا بكم الناس الكل اليوم ان شاء الله باش نعملوا بعضنا مقرونة بالصلصه التونسيه بالحمص وبالبطاطا تعمل 66 كيف ريحتها تملا الدار الكل ريحه الثوم بالطبيعه حويجه بنينه على الاخر طريقتي بالطبيعه في تحضير مقرونة بالصلصه وكل مره حره تونسيه في كوجينتها بالطبيعه عندها طريقتها وعندها البنه متاع ماكلتها الحاصل كما قاعدين تراو المقرونه نتاعنا هوني حضرت صورتها باش نعطيكم البدايه نتاع الفيديو كيفاش تكون آه عملتها بشويه لحم علوش حويجه بنينه على الاخر تعمل 66 كيف الحاصل توا باش نوريكم الطريقه كيفاش حضرت بها حويجه بنينه على الاخر وسهله واي مرة تونسيه كما قلت لكم تعرف طيبها هوني خديت طنجره حطيت فيها شويه زيت ماذا بينا كميه هكا يعني بزيد شويه مش نتاع مغرفتين ثلاثه حطيت جرينه الفلفل متاعنا باش نقليهم انا من الاول ديما نحط فلفل نقليه هكاك يبان لي الماكله وديجا من بعد باش نزينو به الصحن باش تجينا حويجه مزينة على الاخر وبنينه في نفس الوقت عملت فلفل حلو وفلفل حار باش نقليهم ونخرجهم نحطهم في الصحن ومن بعد نبدا في تطيب المقرونه متاعنا بعد ما خرجت الفلفل نقصت في الغاز على الاخر باش نحط عندي شطر بصله كبيره قصيتها جويده وباش نحطها نبدا نقليها نحركو باش ما تتحرقش خاطر ديجا زيت سخون نحركو بالكدا حتى لين يتذبل البصله نتاعنا وباش نبداو نحطو الطماطم بالنسبة للكمية اللي أنا باش نعملها معقولنا باش نعمل حكاية سبعمية وخمسين غرام يعني أقل شوية من كيلو وأكثر من رطل في الوسط باش نحط ثلاثة مغارف ملياني بالكدا ومن بعد باش نزيد حكاية شطر مغرفة مما ما ما صورتهاش معنتها في الفيديو يوم انت يعني حطيت ثلاثة مغارف ملياني بالكدا مكومين وشطر مغرفة بالنسبة لنوعية الطماطم اللي استعملتها استعملت بتي باغي لونها مزيان وديجا بنينة على الأخر المقرونة نتاعها تجي فاوحة بالكدا حطيت كما قلنا الطماطم مرقت بشوية ماء مش برشا باش نحل الطماطم ما تتحلي مع الزيت وهوني الزيت هذا كيف كيف شوية ماء ونخليها اتبقبق ونبدأ نفوح الصوص متاعنا به بالنسبة للفحات انا هوني عملت شطر مغرفة متاع ميكلة كركم مغرفة متاع ميكلة تابلو كروية شطر مغرفة مغرفة مليانة فلفل زينة وشترم غرفة فلفل اكل مهروش كان تحبو حار ولا حلو وشترم غرفة ملح الملح هاكم بعديك ذوقو وتزيدو شوي فلفل اكحل باهي انا هوني باش نعمل مقرونة بالصلصة كيما قلتلكم كي باللحم فما شكون كي يعمل اللحم علوش ما يحطش التابلو كروية وفما شكون يحط بالنسبة ليا انا التابلو كروية نحطه في المقرونة اللي بالدجاج في المقرونة بالفرويد مير في المقرونة بالبقري في المقرونة باللحم العلوش انا واحدة من الناس التابلو كروية في المقرونة بالصلصة ما يتنحاش بأي حاجة هي كانت وحطيت أوريقات الرند كما قاعدين ترى وزدت شوية ماء خاطر انا هبطت الـ الـ المقرونة بالصلصة عم الأسطورية هبطتها في, في الباج متاعي قالوا لي كيفاش مقرونة بالصلصة تحط لها يعني باللحم تحط لها تابلو كروية انا نحط تابلو كروية وكل كما قلت لكم كل واحد كيفاش يطيبها هوني زاد حطيت حمص انا قلت لكم مقرونه باش نعملها بالحمص وبالبطاطا راهي هي الحمص والبطاطا في المقرونه بالصاصا ما همش قاعده اساسيه اللي يحب يحط يحط واللي ما يحبش ما يحطش فماش مقرونه تجي هكا ومقرونه تجي هكا انا اليوم حبيت نوريكم حبيت نوريكم الطريقه نتاعي كيفاش انا نحضر بها كيفاش انا نحسها بنينه وتعجبني هذا شنو قصدي ما تقولوليش تجي بهكا ولا تجيب هك خاطر كل واحد حر كيفاش يطيب طنجرته انا حبيت أه كيفاش نشارك معاكم طريقتي في تحضير مقرونه بالصلصه هوني خديت المهريس اللوحة هذا حطيت فيه شويه الثوم وحطيت تابلو كرويه ورحيتهم المقرونه نتاعنا كيما قاعدين تراو فيها تبقبق وتعمل 66 كيف حطيت لها البطاطا قطتي بشويه وهوني باش نحط الثوم ونحط جرينيت فلفل حبيتكم تسمعوا الصوت المزيان نتاع اه طبق باقه المكرونة الصوص مش مقرونه الحصيل بعد ما نحط الثوم والفلفل نخليه حكايه خمسة دقائق ونطفي عليه والمقرونه لازم تقر زيتها يعني تقر زيتها بالقدا بالقدا باش تظهر كونها صوص بنينه و وضابط على قاعدة، هوني خديت الماء حطيت شوية ملح شوية زيت باش ما تلسقليش المكرونة وباش نحط المكرونة السباكيتي نتاعنا كيما قلتلكم سبعميه وخمسين غرام، وأنا المكرونة السباكيتي نقسمها على زوج منخليهاش طويله مهو، نحركوها باش ما تلسقش <applause> معها هوني سايي. المقرونة تابت والصوص بالطبيعة ثابت باش نبدأ نخلط المقرونة اللي بالحمص وبالبطاطا وبالثوم وبتاب الكروية وبالحم العلوش الحاسيل والله جات بنينة 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 مش نورمال إذا كان انتوما ما تعملوش كروية كروية في مع اللحم ما تعملوهاش أنا الحق نعملها كيما قاعدين تراو كل منظر مزيان اللون مزيان كيف كيف مش حمرا ما برشا وما هيش فاتحه أه حاجه بنينه على الاخر حبيت نشاركها معاكم وما تنساوش تعملوا طلع على الباج نتاعي وعلى الانستغرام نتاعي نحط لكم اللي يعني في صندوق الوصف ديما ما نقولكم صندوق الوصف تنزلوا على العنوان تو يتحل لكم أه تلقاو اللين طلع على الانستغرام وعلى الباج نتاعي في حاجات مزيانين على الاخر او كديما نشارك معاكم الوصفه في الباج وفي الانستغرام نهبط الريل معناتها ولا ولا ستوري او كنحطها بعد مده هكا في اليوتيوب باش نبدا طريقه كي معناتها طريقه كيفاش مفصله فوالا فيها كل شيء في اليوتيوب خاطر في الانستغرام كم نتاع دقيقه ولا دقيقه ونص هكا هو الانستغرام والباج آه هوني سي باش نزينها كيما قلت لكم ما تنساوش تعملوا طله على الباج وعلى الانستغرام تاعي وتعملوا لي هوني آه جيم للفيديو وكينكم جدد تعملوا ابوني <applause> وما تنساوش كومنتير تقولولي لي نتوما شنو المقرونه بالصلصه نتاعكم كيفاش طيبوها أه... تستعملوا كيما عملتينا هكا الحمص وكل انا بالنسبه للحمص والبطاطا مش ديما ساعات نحطو ساعات لا ما كل نهار كان عندي نحط ما عنديش ما نحطش اما بالنسبه للتابلو الكرويه الحاجه الوحيده اللي انا شديت فيها صحيحته ونعاود فيها خاطر جاتني برشا كومنتارات معناتها استفزوني هكا شوي الحاسيلو وتو نبقى لي باي باي بسلام الناس الكل ان شاء الله في فيديو جديد وفي رسالة جديده وكما عودتكم بالحاجات البنينه وباي باي